أنا قبل 3 سنوات هاي شوف عيني وأنا موجودة، إجا رجل مرور دا يحاسب شخص لامنا كم سيارة حتى عبرية، يعني تعرف هاي المناطق اللي تروح البعيدة، كان الجراج مسدود، أتوقع الجراج مع الباب المعظم كان مسدود بإنشاء ترميم أو هالأمور هاي. فإجا رجل المرور دا يحاسب هذا الشخص، يقول له أنت علي أساس بمنطقة سكنية براس شارع واقف تحاول تجمع وتوقف سرة وتأخذ جباية من السيارات اللي توقف، هو دا ينظم. تصور الشاجر ويا رجل المرور ويقول لي ما من حقك تحاسبني، وصارت مشكلة كلش كبيرة، وصلت لي يعني وصلت بتهديدات علنية بالشارع. فأنت تخيل شنو الموضوع اللي اليوم الدولة غاضة النظر عنه في الفترات السابقة. هاي الجباية وين تروح؟ لأخزينة اللي ياخذها الأخ، هاي اللي خلف الستار بعد الله أعلم بيها.